في مدينة العلوم كان فما مهرجان لفنون الطبخ. أكثر تفاصيل في الروبورتاج هذا. في مدينة العلوم الطبخ كان على موعد مع مهرجان يضم عديد الاختصاصات. المشاركين معنا ديجا الاسوسياسيون تونيزيان دي بيتزايولو بروفيسيونيل اللي هما استدعاو الاسوسياسيون الطليانيه معاهم باش يجي على 3 ايام هذوما باش يعملوا عروض نتاع بيتزا ومقرونه وخبز ايطالي. باش يكون ثم زاد عروض اخرين في الصباح نتاع اكلات تونسيه، اما النهار الثاني باش نخصوه الكل على الاكلات التونسيه باش يكونوا على الجهات، باش يكون ثم معناتها على جهه صفاقس، نابل، عجه ميو نتاع نابل، بنزرت اكسيتيرا. دونك ونهار الثالث باش نعملوا الديسير. عندنا برشا حاجات جديده يجيو اكتشفوا، ما نجمش نحكي على كل شيء، يجيو واكتشفوا معنا الجديد موجود. احنا مشينا لمتابعه مشروع كنا شفناه في احنا معاك في حلقه سابقه، وهو مشروع مبتكر في فكرته. بعد quelques heures de déshydratation نلقاو toute une feuille de fruit. C'est une feuille de fruit اللي قعد فيها الفيبر والسكر. كهو. وش نعملو لهم بعد؟ نعملوها دي رولو. نحن اخترنا باش نعطيوها sous forme de snack pour les enfants, pour les sportifs, pour les personnes en healthy style, les diabétiques. هي تقعد une année et plus في température ambiante. مش في سخان. Elle est séchée. Donc c'est trop bon. لا ماهيش كروكونت، اللي هي هذا الفيتامين لي فيبر قاعدين، لي فيتامين قاعدين ابسوليومون سي ا باس تمبيراتور. نقصوها من بعد بلي ماشين ابات كروكونت كروكونت هذاك سي في بور كوم شيبس، مي هذا سي نوتر فورم تسمى كوير دو فروي. هذه منى تحكي مع الناس اللي وقفوا قدام المنتوجات نتاعها. Je suis Simone, je suis la fondatrice de la marque Dry Rolls. نعمل غلة شيحة sous forme de snack healthy, sans sucre ajouté, sans conservateur. اليوم شاركنا في الفيت كولينير في cette édition باش نعرفوا بالبرودوي نتاعنا اللي هو Dry Rolls، غلة شيحة sous forme de snack healthy. وتعطينا منى فكرة على مشروعها وخصوصيته. العباد يقفوا أول حاجة يسألوها شنو هذا؟ كيفاش هذا غلة؟ شنية؟ ما يعرفوش أصلاً اللي هي غلة، وما يمنوش اللي هي بلاش سكر وهي سكري ناتوريلمون. هذه 100% فروي، هي غلة نظفوها نرحيوها ومن بعد نحطوها في ماشين ديزيدرات لو ال كونسيرف لا بلوبار دي فيتامين اي لي فيبر دي فروي. اللي كونسيرفي توت لاني، نعطيها لصغيراتنا في بلاصة الحلاوي والشكالت والحاجات الاندستريال، ونعطيوها زيدا لي سبورتيف سورس دو كالوري، نعطيوها الان ديابيتيك باش يطلع اكل الكرو اللي تصير له في السكر، وحتى بعقلي ولينا احنا العباد اللي تتحرك برشا يلقاها حاجه سهله وصحيه. ديكو كي ذوقوا يعرفوا البروسيس نتاع الفابريكاسيون تعجبهم ويقتنعوا اللي هي ان برودوي منفعه لصحتهم وصحه صغارهم. وحكينا مع عديد المشاركين في مهرجان الطبخ. عسلامة، انا اسمي ليليا بنزيد، مشاركه اليوم في التظاهره هذه نتاع فات كولينير. في التظاهرة هذيا مشاركة بلي سبيسياليتي بالمعمولين باللوز. علاش أنا اخترت الحكاية هذيا؟ خاطر الوالد الله يرحمه خلانا مع العائلة الكل ضيعة فيها اللوز في الجم، ومدام لي أنا لاهية في الفلاحة وكل شيء جاتني الفكرة، وأنا نحب الطبخ من أصلي نحب الطبخ، جاتني الفكرة باش معناتها نعرف شوية على اللوز في تونس، خاطر اللوز عنده معناتها منافع كبار برشا. البرودوي متاعي يسمى طبيعي ناتشوريل، ماهوش بيو خاطر ما عنديش سيرتيفيكاسيون بيو، أما معناتها هو ما غير ما نزيدو حد شيء لا أسمدة لا حد شيء. مثلا نعوض الفارينة العادية بالفارينة متاع اللوز، نعمل بيه معناتها دي بيسكوي، نوعيات برشا، وبعدها نجيب أفكار جدد زادة. مهرجان الطبخ والمأكولات هو تقليد ينجم يكبر ويتطور وينفتح أكثر، على خطر المطبخ اليوم ولت عنده أهمية كبيرة للتعريف بالبلدان وثقافاتها.
احنا في منطقة بلطة هي معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة. كان عنا موعد مع ليلى ومشروع يعيش بعض الصعوبات. هذه معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، تحديداً منطقة بلطة اللي تبعد على بوسالم 12 كيلومتر. جينا الليلة باش تحكينا على الصعوبات اللي تعرض لها مشروعها في الخياطة، مشروع ما نجمش يكمل الطريق. أنا قبل بالكل كنت نخدم في معمل بتاع خياطة وشهرية باهية وكل شيء، وكنت نتمنى نحل وحدي معناها مشروع. وجيتك البرنامج رائد لهنا، مشيت معناها وتابع المرأة، تابع وزارة المرأة والأسرة، هزيت الدوسي متاعي، قبلوني، بعثوني البتياس، عطاوني الأوراق، حليت باتين ده وشهدت وقاية والأوراق الكل اللي يزمع. نخدم كل شيء، نخدم حتى على الفيسبوك، يجيبوا لي موديل نخدمه. بديت نخدم بعد جاتك الكورونا، بديت تتراجع، ما نكذبش عليك، الخدمة حتى العبيد قليل، وين تخرج باش تجيب لك قاطعة تخدمها، معناها طاحت كي شوي الخدمة. وحسيتها من بعد تبدأ ترجع منه ومنه باش تجيب شوية قميص باش تخدم وكل شيء، تلقى روحك معناها ما تنجمش تخدم كان على الرتوش. ليلى حكيت على مطلبها الرئيسي من خلال البرنامج احنا معاك، لكن الكلمتين الاخرانيين ليلى عاشتهم بإحساس خاص، هكا عبرت عليه. القرض الأولاني مازال فيه مليون ونص، معناه ما نحب نعاود، أنا ناخذ قرض آخر، نحب نكبر مشروعي، نحب نجيب قماش تبدأ متاعي أنا باش نجم نبيع، ما نبقاش نستنى في العبيد اللي يجوني باش يخيطوا روبة ولا باش يخيطوا رتوش. والله تفرجت في البرنامج، تفرجت فيه والكلمة محلاها احنا معاك، معناه حسيتها برشا عبارة، معناها ما قال ما سمعتهاش في حتى في حتى بقعة، معناها احنا معاك. كان البرنامج هذا تحس معناها تحس واقف مع العبيد، معناها على راجلي وولادي قلت لهم نحب معناها نشارك فيه، قالوا لي علاش لي، معناها شجعوني. وسي سامي يرحم والديه ويرحم والديكم انتوما، معناها قال لي مدام مرحبا بيك، وانا الماتريال عندي نخرج بيه بيس فيني كاملة، اما جوست نحب راس ميل، كي نحب نش ناخذ قميص. تصور انت ساعات سلسله نتاع كبوت نركب عليها انا ب 3000 باش نجيب سلسله، باش نشري سلسله ب 1200، معناها يلزمك تهبطك اليوم، ما يبقاش يستنى مثلا يقولك حاجتي بها اليوم، نهبط البوسالم للبلاد باش نجيب سلسله. نحب تبدا عندي هكايا ستوك خيط قميص، وقت اللي ما يجيبليش كليون انا ما نبقاش نستنى كليون، نحب نخرج سلعة، نحب نخرج وحدي ونبيع في السوق، نبيع للبوتيكات، خاطر أنا عندي ثقة في روحي ونعرف خدمتي. ليلى كيفها كيف اللي يسكنوا في منطقة بلطة ولا أي منطقة ريفية تتعرض لصعوبات كبيرة جراء البعد على المدينة، واللي خلى أغلب سكان المنطقة يتخلاوا على مشاريعهم. المنطقة هذه معناها بعيدة على بوسالم، حكاية 15 كيلومتر، ماهيش معناها بلاصة اللي يجي خيط عندك اليوم باش يرجع لك غدوة، ما فيهش معناها برشا بيت، معناها يلزم واحد يعمل على روحه ويشوف مثلا ثنية أخرى، يشوف مارشي آخر يخدمه. هكا كي تجيك العبيد باش تخدم مرحبا بيهم، معناها نخدم لهم، وفي نفس الوقت وقت تبدا ما عنديش خدمة العبيد نحب نخدم للروحي، نحب نخدم ونبيع مثلا لبست هذه خدمتي، ماذا بيا نبدا خالصة معاهم البتياس، ونحب نجدد ونتمنى يعطوني قرض آخر، نحب نعمل على روحي ونحب نحب نعمل مشروع نكبر، نحب نكبر مشروعي، نحب تبدا عندي برشا اللي يجوني تو برشا يقولوا لي ليلى نحب قماش، ما عندكش قماشات؟ اللي يوقفوا في الباب يرجعوا، عندهم الحق. مواصلين مع ليلى في رحلة إنقاذ مشروعها، وللحديث بقية. Zamash.
الاول عاونوك باش تاخذ قرار اللازم اسكو الكهرباء هذيا باش تاخوها ولا. هذا الحوار اللي دار ما بين علي لو كوفونداتور نتاع ستارت اب اوتو سان ريسك وروبير بوشمان المدير التنفيذي لأونكوكورديا. في نفس الوقت هو باحث ومحاضر عنده اكثر من 35 سنه من الخبره في قياده فرق عالميه. On offre principalement trois services. Un service pour diagnostic, pour un diagnostic durant la phase d'achat. Un client qui a trouvé, par exemple, une voiture d'occasion sur le marché, il a besoin de faire le diagnostic pour prendre une décision. Est-ce que j'achète ou j'achète pas? Donc, on offre un diagnostic complet avec plus que 100 points de contrôle sur la voiture et des recommandations par nos experts. De cette manière, le client, il va avoir toutes les informations nécessaires sur la voiture. On s'occupe de faire les recherches. Voilà. Personnaliser à chaque client. Effectivement. Donc il fait un diagnostic d'évaluation, oui. Et ensuite on fait le contrôle avec 100 points de diagnostic sur la voiture et on donne des points d'amélioration dans la voiture. Par exemple, il faut réparer quelques points, par exemple il faut changer quelques détails dans la voiture pour que la valeur soit réelle et plus valorisé sur le marché. Et pour eux, vous avez des paliers, j'imagine. Selon le montant payé, on peut mettre une annonce en vedette. On peut recommander nous-mêmes la voiture pour d'autres clients. On aide le vendeur à vendre plus rapidement la voiture sur le marché. Il y a des systèmes un petit peu similaires au Québec. Oui. On peut payer un abonnement. Moi, je veux acheter, une Audi R8. Ouais. Qui coûte beaucoup d'argent et qui n'en a pratiquement jamais sur le marché. Les concessionnaires demandent 4 ans d'attente, mais peut-être que quelqu'un voudrait vendre d'occasion son véhicule. Mais vous êtes prêt à baisser votre prix et comparer aux autres. Si vous payez pour ça, les gens vont tout de suite voir ce véhicule, rapport qualité-prix, ouais. Il est vraiment... C'est intéressant. C'est très offre exceptionnelle. Offre exceptionnelle, comme ça. علي استدعانا البيبينيير وين باش يحكي لنا على اوتو سان ريسك وشنو هي اللي يميز ستارت اب هذه. اليوم احنا في الانسات الساعه ليفينمون صار في الاسباس نتاع الانسات وين فما دي زونتربريز كنديان اي دي ستارت اب تونيزيان اللي باش يصير بيناتهم ايشانج ونوريو منها الاكسبيريونس مع البيبينيير دونتربريز لهنا ونوريو زادا لي بروجي اللي موجودين في تونس اللي هما دي بروجي انوفونت. دونك ليدي بدات تو سامبلومون من بزوا موجود سور لو مارشي تونيزيان. المشكله ولات تو الكراهب الجديده غاليه برشا ومش الناس الكل تنجم تشري كراهب مستعمله. والناس الاكثريه ولاو ياخذوا كراهب مستعمله هي بويسك هي الحل الوحيد باش تنجم معناها طاقك حاجه تاخذها وتشريها وتنجم تتحرك بها الكهرباء. دونك بزوان جاي من هنا برشا ناس ما عندهمش الكومبيتونس نيسيسير باش انه يعمل ايفاليواسيون للكهرباء بتاعو وما عندوش العبد الثقه اللي معاه مثلا ينجمو ينصحو يعطيها لي ريكومونداسيون بتاعو باش يعرف اسكو ياخو موديل هذاك ولا ياخو الكهرباء اللي لقاها ولا لا. احنا بلاتفورم ويب عندنا دي زيكسبير موجودين في تونس الكل. بور لانستون في تونس العاصمه ديماراج نتاعنا مدينه. دونك اي واحد ينجم قبل ما يشري الكهرباء نتاعو يدخل على البلاتفورم ويلقى دي زيكسبير اللي باش يثبتوا له الكهرباء ويعطيوه دي ريكومونداسيون باش كي باش يشري يبدا معناها على خطى ثابته عارف روحه وين ماشي. احنا اليوم عندنا ريزو نتاع دي زيكسبير اوتمون كاليفي قادرين انهم يعطيوك المخفي الكل في وسط الكهرباء كان فما دي ديفو دي زانومالي كان فما اكسيدونتي الكهرباء ولا لا. دونك هذوما الكل يوضحوهم. دونك ما عليك كان تدخل على البلاتفورم تعمل مع تاخذ ان رونديفو وين رابيدمون باش تلقى الاكسبير اللي باش يثبت لك ويعطيك لي ديتاي الكل وينصحك ويوريك شنو الحاجات اللي لازمك تعملهم من بعد حتى ما تشري. المشروع هذا ما بديتوش وحدي مشروع ستارت اب. اليوم القوه نتاعي في ليكيب نتاعي معايا فري المشي كوفونداتريس نتاعي ومحمد قبعه زاد الكوفونداتور. برشا افكار مبتكره كيما فكره علي وفريال ينجموا يحلوا عديد المشاكل في حياتنا. كل التشجيع لكل ستارت اب التوانسه. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم. ديما تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك احنا معاك ولا تبعثونا باقتراحاتكم على الادرس ميل احنا معاك @الحوار.ان وما تنساوش احنا ديما معاك.